البصارة، البصارة عمرنا ما بنعملها بكميات بسيطة، دايما بنعملها بكميات كبيرة، وهي من الوصفات كده المصرية اللي ايه لما تعملوها تعملوها لنفسكم وللجيران وللحبايب وللقرايب، ما بتتعملش كميات قليلة خالص. تعالوا نقول مقادير البصارة، انا هسيب حلتها تسخن على النار ونقول المقادير. مقادير البصارة معانا ايه؟ مقاديرها بسيطة جدا، شوية فول مدشوش حوالي نص كيلو، اربع بصلات متقطعين ارباع، وراس توم، واربع اعواد بصل اخضر، حزمه نعناع فريش، حزمتين بقدونس، حزمتين كزبره، حزمه شبت. يبقى حزمه نعناع اللي حزمه واحده النعناع والشبت، اللي حزمتين البقدونس والكزبره. هنحط نص معلقه من البيكنج صودا، الغرض منها ان الخضره دي كلها تفضل خضره كده ولونها مزهزه، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه كبيره من الكمون، وملح وفلفل اسود. وطبعا عندنا تقليه البصاره، اربع بصلات مفرومين، وست فصوص من الثوم المفروم، زيت نباتي، وربع كوبايه من السمسم يكون ني ابيض خالص، رشه كزبره ورشه كمون وملح وفلفل اسود. ويلا بينا على البصاره عدل. هاخد اول حاجه الفول المدشوش، انا بنقعه على فكره، ما بياخدش وقت كتير على فكرة في النقع، وبيتنقعش في مية سخنة، بيتنقع في مية عادية خالص فترة من حنفية. هاخد البصل والثوم كلهم برضو، ادي البصل ادي الثوم، طبعا ليكم مطلق الحرية تزودوا او تنقصوا في الثوم على ذوقكم، وحتى في الخضرة انا متعودة عليه بطريقة مامتي، مامتي بتحط لها خضرة كتير جدا فبتطلع خضرة وطعمها مميز قوي بصراحة، ولكن اللي حابب ان الفول يكون اكتر من الخضرة طبعا ده شيء يرجع له، ولكن هي برضو بالطريقة دي بتكون اريح كتير للمعدة. النعناع، الشبت، الكزبرة، والبقدونس، وهنيجي طبعا لو في كرات حطوا كرات بيبقى تحفة، وممكن بصل اخضر كمان، رشة الكربوناتو، وانا حدي رشة ملح، هحط اصغر مقدار من المية، حاجة بسيطة خالص بس يا دوب تعمل لي بخار يدبل الخضار اهو، حوالي كوباية مش اكتر من كده، وهغطي كل ده مع بعضه، واصبر بقى الحراره تدخل جوه الحله تنزل لي ميه الخضار وتظبط لي الامور خالص. التقليه هجيب بوك هحطها هنا وهسيبها تسخن كويس جدا، عشان انا هعمل تقليه البصاره دلوقتي، وتقليه البصاره بالنسبه لي اهم من البصاره ذات نفسها. عايزه الفت نظركم لحاجه برضو، اكيد خدتوا بالكم ان انا ما حطيتش ولا الكزبره ولا الكمون، الكزبره والكمون في البصاره بنحطهم في الاخر خالص وبعد السوى، لان لما بيتحطوا من الاول البصاره بتمرر جدا وما بتبقاش احلى حاجه، فاحنا بنسيب السوى يتم تماما وفي الاخر خالص نبدا بقى نشوف محتاجين نعدل ملح، محتاجين نزود فلفل، محتاجين بقى نحط الكمون والكزبره، وطبعا مقدارهم براحتكم على حسب ذوقكم، مفيش اي شروط في الحاجات دي، الحاجات دي ذوقيه تماما. عندي هنا ووك بتسخن عشان اعمل فيها تقليه البصاره، وتقليه البصاره بتتعمل بالزيت، في ناس بتحب تحط معاها معلقه سمنه، مفيش مشكله ممكن، بتبقى جميله برضو، ممكن الحقيقه اعمل كده. هحط زيت، بنحط زيت كتير شويه، بس عايزه برضو اقول لكم على حاجه عشان ما تقلقوش من الهدر، الزيت اللي بنعمل فيه تقليه البصل للبصاره مفيش اي مانع من استخدامه تاني في اي طبخ، بالعكس ده بيبقى رهيب، تخيلوا كده زيت متشبع بطعم البصل والثوم بيبقى قد ايه تحفه، فمفيش مشكله خالص انكم تستخدموه تاني، تحطوا منه شويه في البصاره تعملوا بيه الكشري هيبقى تحفه برده مفيش مشكله. انا هاخد معلقه من السمنه، هم الحبه يا دوب الحبه تنظيف البوله يعني، اللي فاضلين في البوله هنزلهم يسخنوا مع الزيت، وعايزه كل ده يسيح مع بعضه، هيديني طعم تقليه جميل جدا، وهيديني طعم زيت بعد كده اقدر استخدمه في طبخات كتيره جدا شرقيه، عايزه اشوح شويه فراخ اشوحها فيه هتروح في حته تانيه خالص. فده ايه ده كده طريقه طريقه الست ايه اللي مش بتحب تهدر، تعرف تعيد استخدام كل حاجه في مكانها المناسب. هاخد البصل اخليه جنبي، ومش هينفع احط البصل هنا غير لما
يسخن تماما. انا عايزه بصل زياده عن كده يا نور، ده قليل قوي، ما تزودولي شويه. يلا ماشي، عشان هي البصاره بصراحه احلى حاجه فيها التقليه، يعني احلى من البصاره ذات نفسها. فانا هستنى يجي شويه زيت بصل خالص، نار متوسطه يا جماعه كده، وتنسوها، المهم بس ميتها ما تنشفش، عشان لو ميتها نشفت الحاجه دي هتتلسع وهتلزق وبتاع، فناخد بالنا من كده ونسيبها بقى براحتها خالص زي ما قلت لكم كده، تستوي على نار هاديه، ودايما خلوها متغطيه علشان البخار بيسرع من عمليه سواها جدا. في ناس بتعملها في حله الضغط، انا شايفه انه مش مستاهله خالص بصراحه، هي اصلا ما بتاخدش وقت في السوا فما فيش داعي. وهنا السمنه بالزيت سخنوا، فاقدر اجي انزل فيهم البصل. انا زودت بصل شويه عشان الصراحه يعني تقليه البصاره دي زي ما قلت لكم كده اهم من البصاره. وهنسيب البصل يتقلى في الزيت والسمنه، والتقليه هنا سايباها برده براحتها، كل شويه بس هاجي واديها تقليبه بسيطه كده علشان اطمن ان البصل بيحمر من كل الجوانب. البصل ده عايزينه يحمر مش يدبل بس، وياخد لون ويبقى ايه عظيم. وهنا البصاره بصوا اللون الاخضر بدا يطلع ويزهزه ازاي، وهنفضل محافظين عليه طول وقت السوى عشان احنا حطينا رشه الكربونات الصغيره اللي بتظبط لنا كل حاجه. وزي ما قلت لكم في ناس بتحب البصاره خضرتها كتير، في ناس بتحط لها ملوخيه بالمناسبه، في ناس بتحبها لا فاتحه شويه، الموضوع يرجع لذوقكم تماما. المقادير اللي انا قلتها دي هي مقادير ماما، انا بحبها بطريقتها، بحب خضرتها كتير، وهي ماما بتحطش ملوخيه برده، فانا اتعودت منها ان ما بنحطش ملوخيه، ولكن طبعا كل واحد في بيته يعمل براحته اللي هو عايزه، مفيش مشكله خالص. شويه كده باجي اديله تقليبه عشان كل البصل ياخد نفس اللون بالتساوي. البصاره هنا الوضع ايه؟ بصوا الميه اهي موجوده، والخضار بيستوي فيها، وما فيش مانع ان انا اطمن بان انا اديها تقليبه كده، اطمن ان فيها ميه كفايه. اه تمام جدا، انا بس محتاجه يمكن ازود اوطي النار عليها واسيبها برده متغطيه عشان البخار يعمل شغله. اعتقد ان هي ممكن تكون جاهزه للسمسم والثوم، ومهم جدا التوقيت في التقليه، ان انا احط السمسم والثوم في الوقت المناسب اللي لا يخلي البصل يتحرق، ما ياخدش تحمير زياده، وفي نفس الوقت السمسم والثوم ياخدوا التحمير الكافي اللي يخلي التقليه مظبوطه. احنا عايزين السمسم الابيض ده يبقى محمص كده وذهبي ومحمر وجميل، وعايزين الثوم ياخد تشويحه، عارفين اللي هي بدايه اللون الذهبي، عايزين المنظر ده. بصوا مش بقول لكم قربت تبقى جاهزه، خلاص اللون ده جاهزه كده، هي هاخد السمسم على طول، الثوم على طول، وهقلبهم معاها، وهخلي لحظات السوى الاخيره مع السمسم والثوم، فيقوم ده ياخد لون والثوم ياخد تحميره، فناخد تقليه ملهاش حل. طبعا في لسه كمون وكزبره هحطهم في اخر الاخر، يعني في الاخر خالص هقوم حاطه الكمون والكزبره واقلبهم مع كل التقليه. البصل بصوا بقى لونه بقى عامل ازاي، ده اللون المظبوط لتقليه البصاره. هحط له دلوقتي رشه من الكمون ورشه من الكزبره، وعلى فكره ممكن ما يتحطوش لو مش عايزين، مفيش مشكله خالص. هقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه، وانا هاجي دلوقتي اصفي التقليه. اصفيها يعني ايه؟ يعني هحطها في المصفه دي تنزل الزيت اللي فيها. طب الزيت ده هرميه؟ انا قلت لكم لا، انا ما برميهوش، بستخدمه في مليون حاجه وبيبقى تحفه ويجنن. هحط كل البصل، استنى ننزل كل اللي في اللوك عشان هي لسه فيها سمسم وفيها بصل، وانا مش هضحي بحاجه من الحلاوه دي خالص. يا سلام على الروايح، ريحه البصاره، معرفش انا عمري ما قلت لماما الموضوع ده، بس ريحة البصارة دايما عندي يعني كده ارتباط شرطي، ريحة البصارة لما شمها افتكر ماما على طول والبيت عندنا، يعني لان بتبقى بتعمل كمية كبيرة ريحتها ضربة في البيت كلها، فدايما على طول بياخدني في الحتة دي. على الحلاوة، هنسيب التقلية تتصفى، اللي فيها ما بيحتاجش وقت على النار، وهي اصلا على نار هادية كده بتستوي بسرعة جدا وبتبقى روعة. احنا احتاجنا نزود لها شوية مية بس، وهو زي ما انتوا شايفين هو كل حاجة اصلا بيوريه من قبل ما اضربها. هجيب دلوقتي الهاند بلندر وهضربها ضربة تخليها ناعمة وجميلة وزي الفل. الكشري انا يدوب سايبة عليه شعلة كده صغيرة خالص علشان بس يفضل سخن، لكن هو مستوي برضو زي الفل. محطتش للبصارة دي ولا ملح ولا فلفل،
ولا توابل خالص. هضربها الاول وبعد كده هرجعها على النار واحط لها كل حاجه. يا وعدي بصوا لونها، لونها الاخضر الجميل ده، عشان في ناس كتير بتقولي بتغمق وبتصفر وما بتبقاش احلى حاجه، ده بيبقى من الخضره فقدت لونها، فاحنا حاطين رشه الكربونات اللي ضمنت لنا ان ده ما يحصلش. دي كده بالنسبه لي يا جماعه قمر. حط الكمون، ما بحبش انا كتير، والكزبره بحب احط شويه من الفلفل الاسود، وهقلب. بصوا لونها، طبعا هي البصاره من الحاجات اللي مش بتتاكل سخنه، بتتاكل يعني مثلا بارده او في حراره الغرفه، فهي لو طول ما هي على النار بتبان ان هي سايله بزياده، بس يعني اول ما بتمسك او تبرد بتمسك اكتر من كده، فما تتخدعوش وتقولوا دي خفيفه، لا مش خفيفه ولا حاجه، هي بس بتبقى محتاجه تهدى من الحراره. تقليبه تقليبه تقليبه، انا كده بالنسبه لي تمام جدا. عايزه ادوقها. انا اشوف بس الملح مظبوط ولا لا. يا حلاوه بصاره عزه، دي بصاره ماما. تحفه. عايزه بس شويه ملح بس كده. فله هشيلها برضو واقدمها حالا. عايزه بس اجهز لها طبقها. احطك فين يا حلوه انتي؟ تعالوا نحط البصاره هنا ونخلي الطبق ده لمخلل البتنجان. يلا هناخد البصاره هيله بيله ونصبها في الطبق ده. انا مش هسيب حاجه، هنزل كل اللي في الحلة. ادوني بس ثانية اجمعه، حرام. بصوا يعني الحبة اللي انا لميتهم من الحلة بصوا طلعوا قد ايه، هتشوفوهم دلوقتي عشان تعرفوا ان موضوع السباتشولا ده في البيت، سباتشولا حرفيا ب 30 40 جنيه توفر لكم قد اكل قد ايه. بصوا كل ده نزل من السباتشولا. كده البصاره جاهزه. بصاره وادي تقليتها. بصوا بقى اسمعوا الصوت، سامعين؟ ده الصوت اللي انا عايزه اسمعه. انا بحط عليها جبل من التقليه كده عشان التقليه ايه حبايبها كتير، وهبدا اوزعها بحيث ان كل اللي ياخد تغمسايه يطلع معاه تقليه. تقليه السمسم والبصل دي بالنسبه لي هي روح البصاره، وهي الحاجه اللي بتخليها مميزه وليها طعم تاني غير اي بصاره في الدنيا. حتى ما بقى مش مقتنعه انا بالبصل المحمر بس عليها، لا لازم عليه سمسم طريقه ماما، وعليه الكمون وعليه الثوم، بتخليها بصراحه تحفه. صحه وهنا يا رب عليكم.